بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلاب الأعزاء، طلاب المرحلة الثانوية، النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه على الكلام المباشر وغير مباشر، ولكن في الجزء الثاني ألا وهو السؤال. طب الجزء الأولاني يا مستر، الجزء الأولاني كان في الجملة الخبرية، وإحنا اتكلمنا فيه باستفاضة، وعرفتك إزاي تحل عليه كمان، وجبت جمل وقلنا نتعامل ازاي مع الجمل دي ونحل. طيب اللي عايز يشوف الكلام ده ان شاء الله هيلاقي اللينكات بتاعت الفيديوهات ديت في الوصف ان شاء الله اسفل الفيديو. طيب يلا بينا نبدا الجزء اللي معانا. طيب النهارده جايب لكم بعض الحاجات البسيطه، هي السؤال في المباشر وغير المباشر. طيب خلي بالك، لازم تعرف بعيدا عن المباشر وغير المباشر ان انت عندك نوعين اتنين من الاسئله، يا اما سؤال اجابته بيكون يس او نو وده بمعنى هل، يا اما سؤال بوات او وير او وين أو ويتش أو أيا كان اللي هو إحنا بنقول عليه السؤال بدبليو اتش. طيب خلي بالك، ليه يا مستر عايز تعرفني السؤالين الاتنين دولت؟ عشان كل نوع فيهم في المباشر وغير المباشر بيختلف عن التاني. يعني أنا لو أنا ببص كده على السؤال ده بعيد عن المباشر والكلام ده كله، كان يو سولف ذيس بروبلم؟ السؤال ده إجابته يا إما أقول يس يا إما أقول نو. تمام؟ طيب السؤال التاني، وات دو يو لايك؟ تمام؟ ماذا تحب؟ هنا في السؤال ده ما ينفعش أقول عليه لا يس ولا نو. أقول أي لايك fish, rice, I like to play football، ايا كان اللي انا عايزه. تمام؟ يبقى انواع الاسئله بتختلف، وبالتالي برضك هيبقى بناء عليه هيبقى في نوعين اتنين في المباشر وغير المباشر. طيب خلي بالك، انا هركز في الفيديو ده اشرح لك كده بشكل عام، بس انا عايزك ما تقلقش من حاجه. هتقول لي يا مستر انا ببقى عارف الشرح كويس جدا، بس المشكله عندي ان انا باجي احل ما بعرفش. ان شاء الله باذن الله اللي هيتابعنا هيلاقينا عامل له فيديو ان شاء الله المره الجايه ازاي تحل على الكلام المباشر وغير المباشر في السؤال زي ما عملنا في الجمله. النهارده بس ركز معايا كده وما تقلقش، هعرفك كل حاجه باستفاضه. طيب خلي بالنا كده، ناخد جزء جزء كده ونشوف. She said to me can you solve this problem؟ بمنتهى البساطه ده سؤال ولا جمله؟ سؤال. طيب مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر يا مستر، عشان ايه؟ انا قلت لو لقيت كوتيشنز يبقى ده لازم يكون كلام مباشر. طيب اللي انا هعمله النهارده هعرفك ازاي تحول الكلام ده، تمام، من مباشر لغير مباشر. بركز على حاجات، ايه هي يا مستر؟ فعل الكول بركز عليه، ايه كمان؟ الكوتيشنز علامات التنصيص، ايه كمان؟ السؤال ده اعمل فيه ايه؟ السؤال اللي قدامي ده اعمل فيه ايه؟ طب تعالوا كده جزء جزء. اول حاجه عندي فعل الكول، قال لي فعل الكول عايزك تحفظ دول صم. فعل الكول في السؤال بيتحول لاربعه اشياء، فعل الكل في السؤال بيتحول لاربعه اشياء، ايه هم؟ اول حاجه اسكت، ثاني حاجه wanted to know، ثالث حاجه include، اربعه wonder. طيب ما انتش ملاحظ ان انا اقسمهم جزئين؟ اقسمهم جزئين ليه يا مستر؟ فاكرين told و said؟ اه فاكرين. في الجمله الخبريه told كان بيجي قبلها فعل وبعدها مفعول، هنا اسكت بتاخد نفس الخاصيه بس فين؟ في السؤال. يعني اسكت محتاجه فاعل ومفعول. طب wanted to know include wonder، النوع اللي ايه اللي فاضل او الثلاث انواع دولت او الجزء اللي فاضل اللي متكون من ثلاث اجزاء، اي واحده من دولت بتحتاج فاعل فقط. يبقى الفرق بين الجزء الاول اسكت والثلاثه دولت ان اسكت محتاجه مفعول زي طرد بالظبط، والثلاثه دولت مش محتاجين مفعول زي سيد بالظبط. طيب خلي بالك، سيد تو بالله عليك دي ايه دي؟ دي المتحدث شي. طيب ومين المخاطب اللي هو المفعول؟ بينزل شكل ما، بس في فعل ومفعول ولا مفيش؟ فيه. يبقى حط انا واحده من الاربعه طالما في فعل ومفعول، قال لي تحط اسكت يا مستر على طول. يبقى انا اول جزء معايا مهم جدا، انا دلوقتي بحول في النوع الاول من السؤال اللي هو يس اور نو كويستشن. طيب خلي بالك، بعد كده بخش على الكوتيشنز علامات التنصيص. طيب خلي بالنا، بخش على علامات التنصيص عشان اشيلها واحط مكانها الرابط. طيب انا عندي كام نوع من الروابط؟ طالما عندي نوعين اتنين من الاسئله اكيد هيبقى عندي نوعين اتنين من الروابط. لو انا السؤال بتاعي يس اور نو، لو السؤال بتاعي بهل، لو السؤال بتاعي فعل مساعد زي كان او كود او دو او ديد او داز او مي او اي فعل مساعد احنا عارفينه، يبقى الرابط بتاعي بعد ما اشيل علامات التنصيص، بعد ما اشيلها، بعد ما اشيل علامات التنصيص، يبقى الرابط بتاعي اف يا وذر، مش الاثنين، واحده منهم يا دي يا دي. طيب خلي بالك، انت حط اف او وذر اذا كان السؤال بفعل مساعد، اذا كان السؤال الجزء الاول اجابته يس او نو، اف او وذر. طيب في مشكله كده؟ لا مفيش. طيب خلي بالنا بقى،
باجي الاقي باجي بعد كده الاقي عندي السؤال اهو كان يو سولف ذيس بروبلم، بس دي اتشالت خلاص كده، علامات التنصيص شلناها. كان يو سولف ذيس بروبلم، طيب بيقول لي بقى خلي بالك من الجمله دي، يحول السؤال الى جمله، بحول السؤال لجمله ويكون زمن الجمله على حسب فعل القول. طيب مش فاهم يا مصطفى، هفهمك. اول حاجه هعملها بمنتهى البساطه ان السؤال اللي قدامي ده حوله لجمله. تحول الجمله ازاي؟ خلي بالنا لو انا كله اكيد عارف الحته دي، حته المقص اللي كله بيتكلم عليها، ان انا ما محتاج اعمل سؤال بيس اور نو بعمل مقص. طيب اكيد اما برجعه الجمله بفك المقص تاني، بحل المقص تاني. طيب دي حته ارجعه الجمله. طب وزمن الجمله ده بيكون نوعه مضارع ولا ماضي؟ قال على حسب فعل القول. فاكرين في الجمله الخبريه ما قلت لو لقيت فعل القول ماضي يبقى الجمله ماضي؟ عرفت يعني ايه على حسب فعل القول ولا لسه؟ لا لسه. يعني لو فعل القول عندك لقيته ماضي يبقى زمن الجمله هيكون ماضي. طب لو لقيته مضارع يبقى هيكون مضارع. عرفنا يعني ايه على حسب فعل القول؟ طب تعالى كده بالراحه. خلي بالك كان يو سولف ذيس بروبلم ده سؤال احوله على هيئه جمله ازاي؟ قال لي فك المقص. يعني ايه؟ اقول يو كان؟ قال لي لا بس خلي بالك من حاجه بسيطه، هي اليو بتتحول لايه؟ ها؟ اليو بتتحول لاي، يبقى اقول كده شي اسكت مي، هي سالتني اف او وذر، خلاص؟ ها؟ اي اليو هتتحول لاي. طيب خلي بالك زمن الجمله كان سولف احوله على حسب فعل الكول، فعل الكول بتاعي ايه؟ اسكت، يبقى كان هتتحول لايه؟ لجود، تمام؟ طيب خلي بالك، طب كلمه سولف لازم نعرف ان كلمة solve فعل في المصدر جاية مع كان او قد مش هيتغير. طيب خلي بالنا كلمة this لو احنا خدنا زي ما احنا قلنا كده، خلي بالنا من الظروف دي تتحول لذات. طيب خلي بالنا بعد كده كلمة problem ما فيهاش اي مشكلة. اللي انا عايز اركز عليه بص الحتة دي، معلش يمكن مش تكون باينة قوي بس نقطة. ليه؟ لان انا قلت يحول السؤال الى جملة. خلي بالنا من اللي حصل دلوقتي، ايه هو؟ عملت ايه؟ حولت السؤال بعد ما كان بالي بفعل مساعد، لا عملت عكست النص تاني. طيب خلي بالنا انت عملت ايه يا مصطفى؟ هي اليو هتيجي في الاول بس تتحول لايه؟ لاي. طيب كان سولف ده زمن الجمل، طيب احوله لايه؟ للماضي، احول كان لكود. طالما فعل الكون ماضي يبقى احول ايه؟ كان لكود، زمن الجمله برضك روح ماضي. كان سولف ذس اتحولت لذات، طب بروبلم هتنزل زي ما، طب الكويستشن مارك علامه الاستفهام هتنزل فول ستوب نقطه. حولت السؤال لجمله، عرفت يعني ايه احول السؤال لجمله؟ عرفت يا مصطفى، عرفت يعني ايه يكون زمن الجمله على حسب فعل الكول؟ اهو ده اللي انا بقوله، لو فعل الكول ماضي يبقى كانت تتحول لكود. طب يا مستر معلش، طب لو فعل الكول ده كان اسك بس كان مضارع، كنت هتنزل كان زي ما هي بس برضك تحول السؤال لايه؟ لجمله، يعني هتقول اي كان. لو فعل الكول اسك يبقى اي كان، طب لو فعل الكول ماضي اسكد يبقى اي كود، اهو على حسب فعل الكول. في مشكلة كده في الكلام ده؟ أعتقد مفيش، والناس ما تقلقش، اللي يتابع معايا الفيديو اللي جاي هعرفك ازاي تحل لو الدنيا دي مش مظبوطة معاك. طيب خلي بالك علي سيد، هنتقل دلوقتي على الجزء الثاني من السؤال اللي هو دبليو اتش. علي سيد وات دو يو لايك، علي بيقول ماذا تحب؟ خلي بالك ايا كان المتكلم بينزل زي ما علي. طيب خلي بالنا كلمة سيد، طيب هل هنا مفعول يا مستر؟ لا مفيش مفعول. طيب طالما مفيش مفعول يبقى انا هختار واحدة من الأشياء اللي ما بيجيش بعدها مفعول، اللي هي إيه؟ wanted to know, inquired أو wonder. طب ليه ما خدتش asked؟ ما ينفعش. إيه؟ ما ينفعش ناخد asked، asked بيجي بعدها إيه؟ مفعول. طب واحد يقول لي لا يا مستر ده asked كمان تنفع تيجي مع النوع ده؟ آه هقول لك خلي بالك بقى من حاجة. اسكت ينفع يجي بعدها مفعول وينفع ما يجيش، انما wanted to know وانكوير wanted ما ينفعش يجي بعدهم مفعول نهائي. يعني ايه؟ اما اجي استخدم هنا انفع استخدم اسكت wanted to know وانكوير wanted عشان ما فيش مفعول، طالما في مفعول لازم اسكت فقط. يعني ايه؟ اسكت تيجي معاهم انما هما ما يروحوش معاها، اسكت ممكن ما يجيش بعدها مفعول انما هم ما ينفعش يجي بعدهم ايه؟ مفعول. طيب يعني عايز تقول ايه؟ هنقول مثلا هنا نحط كلمة وانتر كده خلصنا من فعل الايه؟ الكول. طيب هنا علامات التنصيص، خلي بالك لو السؤال بتاعي بيس اور نو كويستشنز الرابط بشيل علامات التنصيص واحط رابط يا اف يا وذر. طب خلي بالنا بقى من الحتة دي،
طب لو السؤال بتاع ال دبليو اتش الرابط يكون ايه؟ الرابط يكون نفس السؤال اللي انت بتسأل بيه، يعني ايه؟ لو بسأل بوات يبقى ده الرابط وات، بسأل بوين يبقى ده الرابط وين، بسأل بوير يبقى الرابط وير، بسأل بويتش يبقى الرابط ويتش، يبقى اف ويذر السؤال بيس اور نو. طب ما يبقى السؤال ب دبليو اتش نزله، يعني ايه نزله؟ بص معايا انا هعمل ايه، السؤال بيه دلوقتي بوات اهو هو ده الرابط، تمام كده؟ اه تمام يا مستر. طيب خلي بالنا نخش زي ما بعد، يحول السؤال الى جمله، مين يقدر يحول لي السؤال ده لجمله؟ خلي بالنا ما تنساش ان كلمه دو انا جايبها من دماغي عشان اعمل بها سؤال بفعل مساعد في المضارع البسيط، يعني ايه؟ يعني دو مش موجوده في الجمله، طالما ما كانتش موجوده في الجمله بشيل. طيب خلي بالنا كده، يبقى عندي يو لايك، اليو بتتحول ليه على طول؟ علي وندر وات اي، اليو بتتحول لاي. طيب خلي بالنا زمن الجمله كلمه لايك يحول زمن الجمله حسب فعل الكول، طب فعل الكول عندي وندر يبقى لايك تتحول لايك تبقى بالظبط كده لايكت، حولتها الماضي عشان يبقى ماضي ماضي. الحته بقى اللي ما انا ما بينتهاش فوق النقطه اهي، علامه استفهام الكويستشن مارك اتحولت لفول ستوب لنقطه، وده اللي يدل ان السؤال اتحول لجمله، وزمن الجمله على حسب فعل الكول، فعل الكول ماضي يبقى زمن الجمله ماضي. تمام كده، في اي مشكله؟ طيب بسرعه كده هشرح الكلمتين اللي انا قلتهم والخصهم بسرعه. عندي نوعين اتنين من الاسئله، يا اما سؤال يس اور نو يا اما سؤال بدبليو اتش. طيب في المباشر وغير المباشر اكيد هتلاقوا موجودين، لو في المباشر وغير المباشر السؤال بيس اور نو الرابط بتاعه بيكون اف او ويذر، دي الحاجات اللي بتلخبط شويه، الرابط بتاعه بيكون اف او ويذر. طب لو السؤال بدبليو اتش الرابط بتاعه بيكون وات او وين او ويتش، يعني بمعنى اصح كده اداه الاستفهام اللي قدامك نزلها كرابط، يعني السؤال ده بوات يبقى ده الرابط، طب لو سؤال تاني بوين يبقى ده الرابط، سؤال تالت بويتش يبقى ده الرابط. طيب خلي بالنا برضك من حته تانيه، بعد كده بلاقي عندي السؤال اللي قدامي ده بعد ما احط الرابط بشيل علامه التنصيص واحط الرابط، بلاقي عندي السؤال قال لي السؤال ده لازم تحوله لجمله، السؤال ده لازم تحوله لجمله، بحوله لجمله ازاي؟ قلت اهو خلي بالنا لو انا عندي سؤال يس اور نو اكيد بفك المقص. طيب لو عندي سؤال زي ما انتم كاتبين زي سؤال مثلا بدو او ديد او داز، قال لي بشوف دو وداز وديد بردك وخلي الكلام السؤال اللي عندي على هيئه جمله زي ما انا عملت كده، تمام؟ طيب الحاجه المهمه برضك زمن الجمله ده بعمل فيها يا مستر؟ قال لي زمن الجمله بتاعك بتشوف فعل الكول مضارع ولا ماضي، فاكرين هناك؟ قال لي لو فعل الكول ماضي بتحول لزمن الجمله الماضي، فعل الكول مضارع بتسيبه مضارع. بس فاكرين برضك حته انا قلتها ان شاء الله للناس اللي مش متابعه معايا، هتلاقي اللينك اسفل الفيديو في الوصف تقدر تشوف الكلام ده انا قلته بالتحديد. ايه هو؟ ان الكلام ما يكونش حقيقه، يعني فعل الكل يكون ماضي وما يكونش فيه حقيقه، وايه كمان؟ ما يكونش فيه كلمه جاست ناو ولا جاست امون، في الحاله ديت يبقى زمن الجمله فين؟ في الماضي. طيب خلي بالنا برضك من الحاجات دي هتفيدك جدا وانت بتختار فعل الكل هتختاره ازاي؟ لو فيه مفعول في المباشر وغير المباشر في السؤال يبقى لازم تاخد اسكت اهو، المفعول اهو، تمام؟ خدت ايه؟ اسكت. طب لو ما فيش مفعول يبقى انت الدنيا قدامك براحتك، ممكن تحط wanted to know include wondered او اسكت براحتك، اهم حاجه ان الثلاث دولت ما ينفعش يتحط بعدهم مفعول، اسكت بس هي اللي يجي بعدها ايه؟ مفعول. طيب الناس اللي تاهت مني ما تتوهش خالص، ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هجيب لك بعض الجمل اللي تخليك تحل بمنتهى البساطه على المباشر غير المباشر فين؟ في السؤال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.